روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم حنتحدث عن موضوع مهم جدا. تحدثنا قبل أسبوعين عن موضوع صوت أو الصورة النمطية للإنسان العربي في السينما، وخاصة السينما الأمريكية. واليوم حنتحدث عن موضوع أكبر شوية وأطول، حنكون معكم لمدة أطول إن شاء الله، الصورة النمطية في الإعلام وفي الميديا والسوشيال ميديا وكيف ممكن إحنا نتفهم الصورة النمطية للآخرين عشان الآخرين يقدروا يتفهموا فيه. اليوم ضيفتي ليست لأول مرة، ولكني فخور أن تكون معي. معي الدكتورة، صديقة، امرأة عملاقة، فعلا أعطت للمجتمع وللجالية الكثير من وقتها وعملها وجهدها لخدمة هذه الجالية. لا يكفينا أن نقول أنها بروفيسورة ودرست في عدد كبير من الجامعات وخريجة الجامعات الكندية، ولكن أيضا أنها تعمل فولنتير مع الجالية لمساعدتهم في تخطي بعض من مشاكلهم، وخاصة تلك العائلية والنفسية. معاي اليوم صديقة البرنامج وصديقة كنار تي في وصديقتكم زملائي الدكتورة رجاء مشعل. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا كثير أجين على استضافتك إلي مرة ثانية، وشكرا لمشاهدينك على متابعتنا وكمان تواجدهم معنا والاستجابة وأسئلتهم الشيقة. كان تعليقاتهم بآخر برودكاست بث كان تعليقات ممتازة، وأنا بأمل اليوم إنه كمان عشان حنعطيهم وقت زيادة نقدر نتفاعل أكثر ونجاوب على أسئلتهم بكمية وقت أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. الدكتورة رجاء طبعاً يعني أشهر من نار على علم زي ما بيحكوا، بدناش نقعد نحكي إنها خريجة دلهاوزي والآن في تورونتو ودرست في جامعة تورونتو هاي الألقاب مع الأحبة والأهل بدنا نخفف منها شوي، فإحنا إن الشرف تكون معنا، ولكن لها الحق الكبير علينا لأنه فعلا الأعمال اللي بتقوم فيها، وعندها يوتيوب رائع جدا، في شغلات كتير سبيرتشوال وشغلات نفسية وشغلات بتريح البال، فبدعوكم لمتابعة اليوتيوب تبع الدكتورة رجاء. شكرا كتير. شكرا دكتورة. المرة الماضية زي ما حكينا إنه كنا نتكلم عن الصورة النمطية في للعربي في السينما بشكل عام، هوليوود ركزنا شوية، عملتينا برزنتيشن رائع. اليوم برضو عملنا برزنتيشن، فبحكي لجميع الأخوة، أنا شايف بدو يعلقوا، أهلين وأهلا وسهلا فيكم. ريم حياك الله. الأسئلة اللي عنده أي سؤال، الموضوع كتير كتير مهم، فممكن تحطوه بآخر الحلقة إن شاء الله، إحنا حنجاوب هاي الأسئلة. إحنا معك، كنا أذان صاغية يا دكتورة. دكتور جمال لو سمحت قبل ما نبدأ بالبرزنتيشن، أنا بدي أرجع أنوه لأهمية الموضوع اللي إحنا عم نحكي فيه، وليش عم نحكي أصلاً بموضوع الصورة العربي في الغرب عامة. فخليني أعطيك حقائق عن العرب بكندا، alright؟ بعدين لأنه أنا ساكنة بمنطقة بيل، منطقة بيل فيها كمية عرب كتير،
فهلأ حاطيك شوية بس معلومات ونقول ليش إحنا بدنا نحكي أوكي سوات يعني إنه بيفكروا فينا إنه إحنا ناس متخلفين، ناس همجية، ناس بربريين أوكي، بس بالآخر الصورة هاي اللي موجودة في دماغهم وبالعقل الباطن عم تنعكس حتى بمجال التعيين، حتى بمجال إيجاد شغل بالمكان اللي إحنا بدنا نكون فيه. أسامينا كأسامي عربية، يعني إحنا عادة ما بنحكي على العنصرية المبطنة صح؟ بس هي موجودة بكندا وإحنا مو كتير نحكي فيها لأنه العرب جالية حديثة بكندا. إحنا صغار صغار، ما عم بحكي إنه صغار كأكلنا، بس بالعمر كالنسبي لباقي الأقليات اللي موجودة بكندا إحنا جالية صغيرة. العمر النسبي تبع العرب بكندا 34 سنة. سو عم نحكي إحنا إنه هيدول الأولاد أو كلنا first generation Canadian. أنا بس شوية بدي يعني أحكي للجمهور، الدكتورة بتقصد إنه مثلا لو بنقارن بالصينيين، الصينيين إجوا لما عملوا ريل واي في ألف بداية الاتحاد يعني 1890s هيك. الأوكران إجوا لما صارت الثورة الشيوعية 1917 وهلما جرى. فهذا القصد الدكتورة في الموضوع. نعم نحن معظم الجالية العربية لك خمس تقريبا ثلاث أرباعها إجت على كندا من بعد حرب الخليج الأولى. عم نحكي في كتير يعني أنا في هاليفاكس عندي كتير لبنانية أصحابي إجوا بالخمسينات، في إجوا بالألف وثمانمية وثمانين، بس الكمية مش كبيرة. أنا هلأ عم بحكي على الجالية العربية الموجودة حاليا، معظمنا first generation Canadian، ثلاث أرباعنا أول جيل كندي، وأولادنا 27% منهم الجيل الثاني. فعشان هيك إحنا كمان كجالية عربية لسه موجودة فينا الأطباع والعادات العربية اللي إحنا متمسكين فيها، وهي شغلة كندا بتشجع عليها. بس في كمان أشياء إحنا ما عم نوعالها لأنه لسانا عم نحاول نستقر، عم نحاول إحنا نشتغل، نتعلم لغة، نحط أكل على الطاولة لأولادنا. فهاي التحديات كلياتها بتلهينا عن إنه نطلع التحديات الأكبر اللي موجودة بالمجتمع، والتحديات اللي بتمنعنا من إنه ننخرط بالمجتمع الكندي بسهولة. فهاي أول شغلة بدي أقول لك إياها. الشغلة الثانية اللي بدي أحكي فيها، أنا لما بعمل تدريب على المجتمع العربي، المجتمع العربي إحنا مو كتار بكندا مقارنة بالأقليات الثانية، بس أكبر أسرع جالية عم تتطور الجالية العربية. واليوم حتى سمعت إحصائية إنه بسنة 2023 حيكون في زيادة بالهجرة العرب 200% لكندا. سو عم نحكي أعداد كتيرة، طبعاً معروفة ليش، لعدم الاستقرار بدولنا والاقتصاد والحروب وكل هذا الحكي. بس هذا الحكي معناه كمان إنه إحنا عم نيجي ومنواجه تحديات زيادة. فواجبنا كلياتنا كعرب إحنا موجودين قبل الناس اللي هلأ عم بيجوا على البلد، إنه نعمل توعية بإيش التحديات اللي عم نقابلها. وعادة الناس بتفكر بالتحديات أوكي تعليم، فلوس، شغل، لغة، اللي هي الظاهرة، بس ما منفكر بالتحديات اللي موجودة على المستوى السيستم نفسه الكندي اللي هي بتخلق كمان تحديات زيادة لإلنا. فاللي بدي أقول لك إياه كمان، هلأ بالمنطقة اللي أنا فيها منطقة بيل، هي بتضم ثلاث مدن لمشاهدينا اللي مو عايشين بمنطقة أونتاريو، ميسيساغا، برامتن، وكاليدن. اللغة العربية اللغة الرابعة الغير رسمية في منطقة بيل كاملة. في ميسيساغا لوحدها اللغة الثالثة، واللغتين اللي قبلها اللي هي ماندرين و التشاينيز، رايت؟ سو هيدا بيقول لك قديش حجم الجالية العربية اللي عم تيجي وبتستقر
بمنطقة بيل كمان. وأضيفك من الشعر بيت دكتورة: في أوتوا هي ثالث لغة محكية بعد اللغتين الرسميات اللي هي الإنجليزي والفرنسي، يعني أول لغة إثنية في أوتوا اللي هي اللغة العربية. واو واو. سو هذا لكن بأكد كمان دكتور جمال على حكي كيف الهجرة من الدول العربية عم بتزيد وبتتسارع بكندا. فدورنا كعرب إنه إحنا نبدأ هلأ نوعي الغير ونعرف إحنا كمان إيش هاي التحديات اللي إحنا ما منفكر فيها، لأنه هاي عادة مش شغلة الناس بتفكر فيها. حتى يعني حتى لو في كندي علشان اسمي عربي بدوش يعيني أو علشان السمعة اللي هو ماخدها عني ما بيفكر فيها بالعقل الواعي، إتس بالعقل الباطن كلياته موجود. فبتنعكس بالمجالات اللي إحنا بدنا ننخرط فيها في المجتمع الكندي. فإحنا المرة الماضية غطينا الصورة النمطية بهوليوود، كيف بتطلعوا على أفلام الأفلام هوليوود كيف بتطلعوا بتعكس صورة بالعربي علينا. اليوم دكتور جمال حنحكي بباقي المجالات، كيف بتطلعوا على المرأة، كيف بتطلعوا على إيش صار بالعربي والمسلم بعد أحداث سبتمبر 11، بدنا نتطلع على بالكارتونز بالصحافة، بدنا نتطلع على موضوع كمان كتير مهم إحنا مش كتير يعني حخليه لآخر شوي، الفلسطيني. إيه كيف الناس، كيف السينما الأمريكية أو الدعاية الأمريكية بتطلع على الإنسان على الفلسطيني. وزي ما ذكرت آخر برودكاست بث عملنا، دائما الأشرار بكونوا يا فلسطينية يا مصرية مسلمين إرهابيين أو إنهم شيخ شيوخ. الشيوخ مش بحكي الإسلام، شيوخ اللي هو الشيخ الريتش بيبل اللي هن مثل الخليج. فهاي دائما الصورة اللي الناس بترسمها للعربي لما تسأل أنت أو أقول أنا عربي، right؟ أوكي. So خلينا نبدأ دكتور جمال البرزنتيشن لو سمحت. أوكي. So الصورة النمطية اللي مرسومة لإلنا للعربي منا شغلة جديدة. وبدت actually no السلايد نفسه لو سمحت. والصورة هاي الديستورشن اللي هي التشويه، صورة العربي بدأت أصلا من أيام الحروب الصليبية. سو أنا عم بحكي لكم يعني هذا الحكي مش هلأ وليد اللحظة، ومش إشي بدأ بعد سبتمبر 11. فهو التارجت هذا العرب وتشويه السمعة بدت من زمان كتير. فعشان هيك إحنا لازم يكون عندنا وعي أكتر لأن ليش كل هذا عم بصير هلأ بالوقت الحاضر. ودائما بالأفلام القديمة العربي هو إيش؟ العدو بكل شيء، بأي شيء بطلع فيه. أنا هيك صارت البرزنتيشن صغيرة دكتور جمال. يلا معك، سوري. أوكي اللي بعدها بليز، السلايد اللي بعده. Alright. So هلأ إذا بنرجع للقرن العشرين لما بنطلع على الموفيز من 1800 طلعوا عليها من سنة 1894 ل 1960، أنا بدون ما أحكي إشي كل اللي أنا بقدمه بالبرزنتيشنز هاي اللي عم نعملها أبحاث. أنا شغلتي أنا باحثة عالمة، فهاي شغلتي أني أطلع على الأبحاث. فالمعلومات اللي بقدم لكم إياها مش أنا اللي عم بحكيها، هاي دراسات انعملت على العرب وأنا عم بقدم لكم إياها علشان نعمل توعية زيادة فيها. فهلأ بكل من سنة 1894 لل 1960 وظيفة العربي مجرم، criminal، that's it. بالأفلام الحديثة هلأ صار إيش؟ يمثلوا العرب والمسلمين إنهم رجعية، إنهم شياطين، إنهم ما عندهم إنسانية. فهلأ بالكتير دراسات بيحكوا إنه العربي أصلاً هو يعني شغلة حلوة كتير للغرب إنه يرمي عليها
كل الأشياء اللي مش كويسة والغلط والتعميم. فمين بده قبلنا حنحكي عليها بعدين، قبل العرب كان عندك وقت الحرب، عندنا كانت وقت الحرب العالمية اليابانية لما حطوهم كلهم بكامبس، صح؟ عندك البلاك الناس السود، هدول كمان صار في ضدهم وكانوا يتمثلوا كمان صورتهم بالسينما الأمريكية وتشوهت على الآخر، منها السكان الأصليين تبعون البلاد تعلمنا عليهم هاي الشغلة exactly. وبعدين دايما هنود حمر، دايما هم مش ناس ما بيفهموا كمان، أو إنه بس الميديسن مان، يعني واحدة من الستاديز طلعت على الرول تبعهم كمان، ودائما بحطوهم بصورة بمثلونا إياها بطريقة مغايرة، أو بمسكوا مثل مثلا العربي لما بدنا نحكي على تيرورست، إحنا مش تيرورست، بس واحد مثلا عمل شغلة فبقوموا بعمموها على كل العرب وكل المسلمين. ونفس الشيء صار مع باقي الجاليات، هلأ لهم فترة مسكين العرب والمسلمين أكثر، بالذات بعد سبتمبر 11. طبعا أسماء بتحكي إنه السوفييت صار فيهم برضو التشويه دائما موجود دكتور جمال، وزي ما حكيت أنا المرة الماضية بالشرح ليش إحنا منشوه سمعة جالية أو مجموعة معينة من الأشخاص، لأنه بدنا نحس إحنا بالفوقية، بدنا نعمل حالنا أحسن من المجموعة الثانية، فلازم إحنا نهبطهم هيدول نوطي من عزايمهم. نتطلع، وأنا يعني أوقات اللي بدي أحكي هلأ كمان أنا بحس بالذنب، لأنه مثلا بعض التي في شوز هاي أنا بحبها، وودي وودبيكر بحبه على الآخر، أنا مثلا كنت قاعد أضحك عليه هذا الكرتون أنا وصغيرة. فأنا later on إن شاء الله بدي أحكي ببعض الأشياء اللي إحنا ممكن نعملها لنحسن من الصورة تبعتنا بالغرب. بس again أنا حكيت المرة الماضية عن دكتور شاهين. دكتور شاهين هو كان متخصص كل شغله بس يعمل أبحاث ودراسات على الميديا بالغرب وكيف بتمثل العربي. المرة الماضية حكيت لكم عن الأفلام، المرة هاي حأحكي لكم كمان عمل دراسة قارن فيها 300 برنامج ودوكيومنتري وثائقي على التلفزيون بسنة بين 75 76 وبين 83 84. لا شوف شو لقالنا كمان الكارتونز مثل وودي وودبكر، باكس باني، مين مشان الله بفكر باكس باني اللي بيضحكنا، انه فيها هاي اشياء مش كويسة او مسيئة او بتشوه من سمعتنا. هاي البرامج مثل لوريل أن هاردي، مارك أن مندي، مشهورة على الآخر هاي الكوميك شوز، كتير الكوميدي شوز هاي، كلياتها قارنها، قارن البوليس بروغرامز كلياتها. المعلومات دائما اللي بنعطى عن العرب إنه إحنا دائما مش كويسين، أشرار، إحنا filthy rich يعني أغنية على الآخر. عندك كمان belly dancers إنه بس برقصوا، الستات طبعاً هحكي عنها بعدين، بس كمان عندهم إنه العربي مجنون، الرجل العربي مجنون بالجنس. فهاي الطريقة اللي دايماً بعرضوها إن كان بالأفلام ولا بالبرامج على التلفزيون عن العربي. واضح. اللي بعده دكتور جمال بليز. Alright. طب تعالوا نشوف هلأ، نسيب التلفزيون ونسيب الأفلام ونسيب كل هالحكي، بالميديا نفسها بالأخبار شو السمعة اللي كمان بيطلعوها علينا بالأخبار الأمريكية؟ هلأ السرعة اللي بلوموا فيها عربي أو مسلم بالأخبار رهيبة، أي إشي بصير عربي أو مسلم. فمثلاً بالأخبار اتهموا العرب بالأوكلاهوما بومينج بالـ95،
لما وقعت تي دبليو اي بوينغ بال96 البومينج تبع الاولمبيك جيمز باتلانتا. اول اشي بعملوه الاخبار، محطات الاخبار والتلفزيون والساتلايتس عربي. طيب تعرف دكتورة، ذكرتيني في كوميديان بيحكي احنا العرب لما نسمع عن مشكلة او بومب او اشي كل العالم بتحكي يا رب ما حدش يموت، يا رب ما يصيرش اشي، احنا العرب يا رب مش عربي، يا رب ما يكونش مسلم. ما لسه كنت بدي اقول لك اياها، انا نفسي بعملها دكتور جمال. صار حادث طيب مثلا تفجير، حدا انتحار اشي، بقول يا ربي يا ربي ما يطلع عربي، يا ربي يا ربي ما يطلع مسلم. فبتلاقينا احنا حتى من انفسنا صرنا احنا نخاف، لأنه كمان بتأثر علينا. حتى لو وما تقل يعني، حتى لو إحنا مش بأمريكا بيجينا طراطيش دائما. يعني شفنا إحنا كعرب ومسلمين بكندا كيف تأثرنا لما ترامب إجا على الحكم، صح؟ فهي أي إشي بنعكس علينا. فهلأ السلايد اللي بعده حنشوف إحنا أوكي، سو كل الأحداث اللي أنا حكيت عنها العرب ما كان لهم دخل فيه، بس اللي بيصير كمان بتلاقي محطات الأخبار سكوت ولا بيحكوا لما بيطلع خبر، لا بيرجعوا يصلحوا الخراب اللي عملوه ولا بيرجعوا يحكوا للناس إنه العرب أو المسلمين مش هم اللي كانوا involved بالحكي هذا اللي بنحكي عليه. فالناس هلأ اتأثرت already، صح؟ دكتور جمال تتذكر أنا بعت لك لينك أنا حطيته على صفحتي اللي بحب يشوفه، هاي فرصة كويسة نحكي على الإعلانات كمان. في إعلان you know Super Bowl games NFL، هاي مشهورة في أمريكا، يعني العالم كله بيوقف بس علشانها بالليلة تبعتها. ففي بال 2013 اللينك موجود على صفحتي للي بحب يشوفه، حطوا إعلان كوكاكولا، إعلان كان مدته دقيقتين يمكن، بس شو كيف الإعلان بده دكتور جمال؟ حاطين عربي بدوي طبعاً، which again هم الانطباع تبعهم على العرب العربي البدوي اللي قبل الإسلام اللي هو العربي من البادية، right؟ هو وحاطينه جنب جمل ونازل دكتور جمال يشد بهالجمل، يشد بهالجمل، الجمل ما عم بتحرك. و all of a sudden إيش بيجي؟ ما هو عم بتطلع على الكولا، رايت كوكاكولا شايفها قدامه بده يحرك هالجمل يروح لعنده. و all of a sudden بيجوك الكاوبويز، وانت عارف كمان الكاوبويز بالغرب رايت هم اللي بينقذوا كل إشي، جايين عم بركضوا على أحصنة وجنبهم باص سايقينه بعرفش شو اسم البنات اللي بلاس فيغاس تبعون الشوز هدول، هدول عم بتسابقوا بتصارعوا كله بركض بركض بركض، والعربي شو قاعد بدف بجرب هالشغل اللي مش راضي يتحرك. فاحذر اعطيني رقم، انا اي جوجل ديت اليوم علشان البرودكاست تبعنا، احذر بقعد صغير بدقيقتين كم مشاهد شافه بال 2013؟ 10 مليون. 10 مليون دكتور جمال، 108 point something like it was 109 million، 109 ملايين شافوا الإعلان هاد. واو. طيب هلأ شو عم بيبين لنا هيدا الإعلان؟ العربي إنسان متخلف، العربي ما عنده زكا كمان، قاعد بحاول بهالجمل والناس ماشية بالحضارات الثانية مثلاً البص والأحسنة. يعني صراحة like كيف بدك أنت أوقات تلوم الناس لما إحنا بيشوفوا هيك أشياء وكل يوم اعتبر إعلان من هون إعلان من هون بهالطريقة، فالعقل تبعهم الباطني بطل يفكر خلاص، خزن المعلومة، صح؟ خزن المعلومة exactly. فهي هي صورة وانطبعت زي ما بيحكوا. exactly exactly دكتور جمال thank you. اوكي سو هاي بالاخبار، تعال نشوف كمان ايش صوره العربي وين عن المراه.
يعني كمرأة أنا كامرأة I think ممكن أحكي until the cows come home, right? الصورة النمطية تبعت المرأة العربية دائماً يا إمها زي ما قلنا هديك اليوم حريم السلطان يا إما إنه هي امرأة ما عند مسلوبة الإرادة ما عندها القدرة على اتخاذ أي قرارات هي موجودة لخدمة الرجل هي بس أداة للجنس هي بيحكوا عنها إنه هاي طريقتها إنه الطريقة اللي بيبينوا فيها المرأة العربية وأكثر شغلة كمان معروفة عنا لأنه أنا بدي أحكي بواحد من الحلول later on بآخر البرزنتيشن إنه المرأة الرجل دائماً هو المسيطر عليها المرأة ما إلها قرار بأي كلمة طبعاً أجين بدنا نرجع نحكي هلأ إنه هم بياخدوا وجهة واحدة أو يمكن مثلاً في 1-2-3% إحنا 34 مليون عرب بالعالم كله بياخدوا صورة عن مجموعة معينة وبروحوا 340 مليون بروحوا بيعلموها على الكل فهي صورة المرأة أو طبعاً اللي هي النقاب دائماً النقاب المبرقعة إنه هاي صورة المرأة العربية بأي مكان أوكي؟ طبعاً بذكر الجمهور اللي عنده أي أسئلة أو تعليقات يكتبها هنقرأها آخر البرزنتيشن إن شاء الله وأكيد موضوع المرأة رح أكيد يعني رح يجيب بعض الأسئلة من الجمهور لأنه شيء فعلاً مقزز الطريقة اللي بوضعوا فيها المرأة العربية هنحكي زيادة عليه طيب هلأ كمان أنا هاي الجيم ما بعرفها دكتور جمال عمري ما سمعت عنها بس بوحدة من الأبحاث اتطلعوا في كمان حتى العرب سمعتهم مشوهة بالجيمز بالألعاب الإلكترونيكس هاي الجيم اسمها أويل شيخ شيخ تبع الأويل النفط نفط شيخ النفط right؟ بيقول لك بهاي اللعبة بطلبوا من البلايرز إنه يعملوا إشي زي مور حقيقي إنه يحطوا المخدة على وجههم زي كيف لما الله يكفينا الشر بتشوف دايما بحطوا لك المسلمين داعش بدهم يقتلوا بغطوا وجه الواحد مش عارفة هايدي بيعملوا نفس الشيء وبقول إذا مو عاجبك وجه اللاعب اللي معك كمان غطي له وجهه ودكتور شاهين واحد أخذ معلومات instructions من الكرت تبع الجيم شو بقول لك impress Arabs with your participation with your ايش patriotism by dating a camel يعني ايش impress يعني خلي العرب يحب فيك بانه ويشوف ولائك انت بانك انت تروح تعمل ديت لكمل لجمل يعني اكثر من هيك اهانه انا ما شفتها بصراحه لو انا انه احنا العرب بناخذ الكمل از بارتنر يعني زي ثانك يو ثانك يو يس هي انا ام تراينج انه يا فتخيل اجين وين وصلونا مع الجمال وهاي انا هلا عملت تشيك هذه اللعبه موجوده على جوجل وعلى الابل ستور بالله لسها موجوده موجودة أو ماي جاد شايف إحنا مفروض ليش عم نعمل هيك توعية مفروض نلم حالنا وفي كتير مجموعات عربية بدل ما ننشغل بصغائر الأمور نبدأ نتطلع كبائر الأمور وين إحنا كمجتمع عربي ماشيين لما يكون في هيك أشياء والأجيال الجديدة قاعدة لأنه هاي زي منفط اللي عاملينها دكتور جمال سو لازم ياخدوا أبار النفط بالدول اللي عندها نفط بأنهم يشتروا ويبيعوا ريل ستيت وهيك أشياء anyway. يعني عليها أنا بطلع على الداونلود على الأبل ستور عليها 400 مليون داونلود Oh my God Oh my God يعني إذا أنا لسه حكيت لك 100 مليون على السوبر بول look هاي 400 مليون anyway هلأ نيجي لموضوع اللي هو بهمنا كلياتنا كعرب كمسلمين كقضية فلسطينية بتهم العالم العربي أجمع فلسطين
ما كان في إشي كمان يحطوا إشي عن فلسطين قبل ما يكون في دولة اسمها إسرائيل. أنا بس خليني بدي أشوف هون كمان. أوكي. قبل 48 دكتور جمال بالتايم نيوز ماجازين تقلت نقلة فورية وبسرعة من إنه الفلسطيني يكون مش موجود ما إله اسم لغاية ما صار لوقعوا إسرائيل وبي ال او المعاهدة ب 93 all of a sudden صار عندك وجود للفلسطيني. شو صارت الصورة سلبية كتير صارت بكمية رهيبة بعد حرب 67. واحدة من الأبحاث اللي قريتها بتقلك الكارتونز اللي هي بس political right السياسية بالواشنطن بوست طلع عم نحكي على جرائد وميديا كبيرة بأمريكا الواشنطن ستار لويسفيل كورير جورنال بالتيمور سان ميامي نيوز سياتل كل هدول صاروا هلا كلها صورة سلبية عن الفلسطينية وكمان وصلت لحد دكتور جمال حدا منهم بيحكوا على منظمة التحرير بي ال او انهم يعني انا مو قادرة حتى والله احكي هالكلمات انهم في انهم صراصير انهم حيوانات مسعورة يعني مش معقول انه لأي درجة اتشوهت سمعة الانسان الفلسطيني او هلا انا ما الي بالمنظمات والسياسات وهذا الحكي انا ما الي فيه انا بحكي انا ما الي اتجاه سياسي انا بحكي على عربي كعربي كيف سمعتنا تلوثت وتشوهت بمجالات عديده وطبعا هون هلا لانه في صراع دائم مع الصهاينه فبتلاقيهم كمان زاد التشويه للفلسطيني بعد حرب 67. هلا انا عندي كم سلايد بدي ارجيكم رسالة أو بحث طالع من قطر actually. So خلينا ننسى عن الغرب وشو كله بيحكي علينا. هاي الدراسة صغيرة هي منا كبيرة كان فيها تقريبا 90 شخص اللي عملوا الدراسة عليهم وسألوهم أسئلة دكتور جمال عشان يشوفوا هل فعلا الميديا الغربية عم بتأثر علينا ولا لا كعرب. وبالنسبة لهم العربي بيعتقد إنه أكثر تأثير جاي من الأفلام والمسلسلات يعني عم نحكي تقريباً 52% النص. أوكي بعدين بيقلك التأثير اللي بعده بيجي من الساتلايت شانلز اللي موجودة النيوز بيبر شكل هالجرايد مش هالقد والراديو أقل إشي ما بيأثر كتير علينا. سو إحنا كعرب مفروض نعرف إنه أكثر تأثير لسمعتنا وللصورة تبعتنا جاي من الأفلام مسلسلات وكلها من الصورة المرئية right satellites أكثر بكتير من الجرايد يعني الجرايد 8% compared لما تضيف 52 والأربعين واو عم نحكي 92% right. فهيدي هاي واحدة من الأشياء اللي إحنا لازم نوعالها إنه وين التأثير من وين عم بيجي التشويه هاد ونخليه ببالنا. اللي بعده دكتور جمال لو سمحت. هلأ هون عم نحكي على كمان الدراسة هاي نفسها قاعدة بتحكي على إنه إيش الأسباب تبعت التشويه هاد. فتخيلوا 40% من الناس جاوبوا إنه من تصرفاتنا إحنا. أوكي. تصرفاتنا هي اللي بتعكس سمعتنا ولكيف الغرب بتطلع علينا. وبعدها طبعاً إيش هم الناس بيفكروا على الإسلام على ديننا على الإسلام. اللي بعده دكتور جمال. أوكي. إحنا قربنا خلص عشان نفتح المجال للنقاش.
هلأ هون كمان على solutions، الغريب بالحلول اللي أعطوها لتغيير الصورة النمطية للعربي إنه مش من خلال كتابات، ما ولا كتب ولا أي إشي، من خلال تغيير تصرفاتنا. 45% قالوا إنه إحنا لازم نغير، العرب والمسلمين يغيروا تصرفاتهم وأونلاين. خلينا نبقى نحكي، أنا ما حكيت عنها بالحلول اللي عم بقدمها، بس هاي واحدة من الأشياء المهمة إنه إحنا نعمل positive online، يكون عندنا وجود إيجابي والتغيير على السوشيال ميديا وبمواضيع زي اللي أنت عم نعملها دكتور جمال، البث هذا الحكي كله إنه نحكي. فخليني أنا أعطيكم كم حلول من وجهة نظري وبعدين نفتح النقاش لإلكم كلكم نشوف. دكتورة كنار تي في يعني من أحد الأفكار اللي إجت لتغيير الصورة النمطية، احنا بدأنا بين العرب لأنه احنا للأسف برضو عندنا مشكلة داخلية، الصورة النمطية للعربي عند العربي، فهذا اللي بدأنا فيه انه احنا مش قادرين، لا احنا قادرين وعندنا عقول وعندنا أفكار، فهذا أكيد جزء من الحلول إن شاء الله نقدر نوصل لإله. تفضل يا دكتورة. صح، أنا بوافقك دكتور جمال، وهي بدها لحال قعدة غير شكل. فأنا بعض الحلول اللي أنا بقترحها، بس هذه مش هي كل الحلول، لأنه هاي بدها تكون اجتهاد منا كلنا إنه نتحد مع بعض ونلاقي حلول مناسبة. بس واحدة من الأشياء مثلا اللي أنا عم فكر فيها، لازم يكون عندنا وجود عربي قوي بعدة مجالات. يعني هلأ مين اللي بإيده السلطة بآخر النهار؟ اللي هو بيبقى authority أو عنده فلوس، صح؟ إحنا ما إحنا يعني عندنا فلوس بس ما إحنا واصلين، أو إنه ما عندنا فلوس وما عم نعمل تأثير. هلأ مش الشغلة مش about money at the end of the day، مش على فلوس، بس لا، إذا إحنا كان إلنا وجود قوي ومساهمين بالاقتصاد الكندي let's assume، صح؟ فغصبا عنهم الناس بدهم يوقفوا يسمعوا لنا لأنه إحنا صرنا بإيدنا قوة. طيب. واحدة من الأشياء الاقتصاد، واحدة من الأشياء السياسة، إحنا صح عنا أشخاص إقلال كتير اللي بالبرلمنت مثلا عم بيعملوا تأثير، بس بدنا ناس أكتر علشان نقدر نغير من هاي الصورة للمجتمع العربي. بعدين شغلة مهمة كتير إحنا يمكن ما منفكر فيها كتير، إذا أنا بدي الناس تتعاطف معي ومع قضيتي ومع مشكلتي ومع وضعي، وإنه في والله اضطهاد بالوظائف لعربي لمسلم، لازم أنا كمان أوقف وأشعر مع الناس المضطهدة. يعني أنا حكيت قبل شوي إنه قبل هيك السود والسكان الأصليين هم كانوا مضطهدين، اليابانيين، ليش تنروح بعيد وقت كورونا؟ الصينية right؟ إجا كمان كتير صار discrimination against them. So هدول إحنا إذا من كمان من ضم صوتنا لصوتهم نفهم قضاياهم. وأنا كمان سمعت لك حلقات دكتور جمال لما حكيت على الاندوجينس وعلى السكان الأصليين، فمشكور كتير على هاي الجهود، لأنه هاي واحدة من الأشياء اللي بتساعدنا إنه إحنا نتواصل مع الجاليات والأقليات الثانية بالبلد. لو إذا بدك غيرك يتعاطف معك، على الأقليل لازم تفهم قضيته ومشكلته، عشان بداش نحكي تتعاطف يمكن معاه، بس على الأقل تفهم شو مشكلته. يعني بعدين لما انت بتحكي معه بتتعاطف معه بتتفاهم معه، هو بالمقابل بدون ما انت تحكي شيء بصير هو عنده انترست انه يفهم شو قضيتك، ايش انت، ليش انت عندك كل هالتحديات، فبتصير بنفتح المجال للاخذ والعطاء. I'm giving you an example دكتورة، يعني سريع جدا. في لي صديق من اصل فلسطيني كان سكان الجزائر، ولما إجا على كندا قرر إنه يسكن عند الإنديجينس، عنده هوايات الصيد وما الصيد، فراح لقى بيت في ريزيرف وسكن معهم. فأهل الريزيرف طبعا قالوا له أنت مش إنديجينس تقدرش تعيش هون، فإجا قال لهم أنا زي زيكو. قالوا شو زيك زينا؟ قال لهم أنا فلسطيني مهرم مشرد وإجوا احتلوا بلدي، وا وا وا. فتعاطفوا معه، بعدين شوي شوية بقول لي
اعتبروني ابنهم، يعني مش ابن واحد، صرت ابن القبيلة كلها. صح. يعني كل القبيلة تحترمني. طبعا تعلم منهم كتير. قال لي في النهاية حطوا ألوان علم فلسطين على لون علم الريزيرف. يعني 7 سنين عاش معهم، بعدين تزوج وطلع هو وزوجته عاشوا برا 7 سنين، حطوا علم فلسطين على الريزيرف. فهذا جزء من تأثير واحد إنسان واحد يا هو قدر يعمل تأثير لهالدرجة. فتخيل إحنا كم كندي موجود بكندا عربي من أصل عربي، إنه إحنا ممكن نعمل تأثير كبير. الشغلة الثالثة اللي أنا بحكي فيها كمان، إنه إحنا بما إنه زي ما أنا ورجيتكم الأبحاث كلها بتقول أكبر تأثير على الغرب وعلى العرب، لأنه إحنا كمان هلأ من البحث اللي ورجيتكم إياه العربي صار يطلع على حاله إنه أنا لازم أغير طريقة تصرفاتي، صح؟ فهي كتير مهمة، لأنه وصلوا للعقل الباطن تبعنا إني أنا كمان صرت أفكر بحالي بهاي الطريقة. فلازم ندخل بمجال السينما، مجال الراديو، الإعلام، الإعلان، ندخل بوسائل السوشيال ميديا، أي مجال ممكن إحنا نعمل فيه تأثير، لأنه كل التأثير هلأ جاي من هاي المجالات، فممكن إحنا ندخل فيها. طبعاً إنتاج أفلام هاي تدخل بالمرئية. أهم شيء يعني أنا لكم مثلاً، أنا ما كنت أعرف باكس باني والشوز هاي واللي كلها حكيت عنها اليوم وبهديك المرة، فيها علاء الدين وسندباد وعلي بابا، كان فيها هاي أشياء مسيئة للعرب. فإحنا دورنا كأباء وأمهات موجودين بكندا إنه نتابع شو أولادنا عم بتفرجوا، نشوف إيش عم بتعرضوا له، شو اللي عم بسمعوه. إن كان ألعاب، ما أنتوا شايفين الألعاب هاي، حكينا دكتور جمال 400 مليون داونلود ريلي. فهاي مهمتنا ومسؤوليتنا قدام الله وقدام المجتمع العربي والكندي، لأنه إحنا أولادنا لازم نوعى شو عم بتفرجوا، شو المسج اللي عم توصلهم، لأنه هاي اللي حتأثر على تفكيرهم بالمستقبل. شغلة تانية حكيت عنها تصرفاتنا. أنا هلأ بدي أحكي فيها من منطلق إنه مش بس من الأبحاث اللي شفناها هلأ إنه بأمنه لازم نغير إحنا، بس أنا كمان يعني قلكم هديك المرة وقت كورونا كنت رايحة على تي دي بانك، الناس كلها صافة بالدور عم تستنى، إجا شاب عربي سايق سيارته ما عنده بيرميت ليوقف بالباركينج تبع الاحتياجات الخاصة، راح إجا بسرعة وقف هناك، علم بلده العربي محطوط كبير قدامه، ووقف بمكان ممنوع مش مسموح له. طيب بالله العظيم يعني هلأ شو الفكرة اللي بدها تتاخذ عنا؟ فإحنا هاي كمان مسؤوليتنا، إنه إحنا نبدأ، لأنه التغيير بيجي من عنا من جوا. أنا دايما بآمن إنه التغيير بيبدأ فينا مش بالناس اللي برا. هلأ يمكن أنا ما قدرت كنترول الناس كيف بيفكروا فيه، بس لما يشوفوني أنا بتصرف بطريقة معاصرة وكويسة وحديثة ومؤدبة وبحترم قوانين البلد اللي أنا فيها. طبعا يعني أنا لما بتشوف سيارات الشباب العرب اللي بسوقوا صوت عالي بالشوارع بالليل والناس نايمة، طيب يعني ما إحنا كمان we need to be careful بتصرفاتنا. صحيح. I think النقطة اللي بدي أحكي فيها كمان اللي أنا حكيت فيها قبل، بما إنه الرؤية تبعتنا عن المرأة إنه إحنا رجالنا ظالمين غير مشحفين بحق المرأة والأولاد، هم ما فاهمينها صح، بس هلأ هاي الفكرة لما نوصل إحنا على كندا لازم كمان نغير هاي الفكرة. معاملة الأطفال والمرأة بعدل باحترام، لأنه صعب كتير نغير الطريقة إذا بدنا نكمل إحنا بنفس الطريقة، فإحنا بالعكس عم نثبت اللي هم بيفكروا علينا. هلأ
آخر شغلة بدي أحكي فيها وبعدين نحكي كلياتنا إيش ممكن نعمل كمان. قريت واحدة ستدي بتقول لك psychologically من علم النفس أكثر طريقة بتساعد فيها إنك تحارب أنت صورة معينة عن مجتمع معين، مش إنك تقعد أو والله لا إحنا مش هيك، أو تورجيهم أشياء بوزيتيف عن العرب، أو إنك تقولهم والله شوفوا إحنا كرما، إحنا ساهمنا بالمجتمع الكندي. كل هاي الأسباب ما غيرت إشي. الإشي الوحيد اللي تغير إنه لما أنت إذا حدا قدامك كندي أو أجنبي بده يجي يحكي علينا بطريقة اللي فيها إنه هيبوكراسي، إنه فيها رياء، بيجي بيحكي بطريقة معينة عن حدا وبيجي بيحكي عن العربي بطريقة تانية، إنه نواجهه، إنه نحكي له الطريقة هاي اللي أنت بتفكر فيها مش صحيحة. مثلا لما يقولوا المسلمين كلهم terrorists right؟ أي حدا ممكن يقول لك إياها. طيب أوكي، طب الكي كانوا مسيحية صح اللي بأمريكا، هل هدول كمان؟ طب ما أنت بدك تصير تورجي أوكي هاي هدول كيف إنه في double standards، مواصفات ما بتنطبق على مجموعة وبيطبقوا مواصفات مغايرة للمجموعة الثانية. فهي أثبتوا إنه أكثر طريقة ممكن أنت تحارب فيها الصورة النمطية. وطبعاً زي ما حكى الدكتور جمال إلنا من الحروب الصليبية عم بصنعوا هاي القالب تبع العربي والمسلم، فمش سهل إنه إحنا نغيرها بين يوم وليلة. دكتور جمال أنا شفت نقطة مهمة دكتورة رقم 7 اللي هي التوعية السياسية لأبناء الجالية ليدخلوا البرلمان الكندي، وهذه طبعا مهمة جدا، يمكن بالغلط أو بعدم ما انتبهت لها أنت كاتباها هون. يعني صراحة هو المشاركة السياسية شيء مهم جدا، لأنه إحنا في بلد ديمقراطي، وهذا كان أحد أهداف برنامجنا السياسي اللي بنعمله على قناة كنار تي في، إنه نوضح للجالية العربية السياسة الكندية بكل حذافيرها، وحاولوا وكنا ندعو إنهم يدخلوا لكل الأحزاب بغض النظر عن الحزب، لأنه إذا بدك تغير في حزب لازم تكون من الداخل، ما تقعد برا بعيد 5 كيلو 10 كيلو وتقول سووا هيك وسووا هيك، غيروا أفكار الحزب. مين بده يغير أفكار الحزب إذا الحزب أنت مش جواه؟ فكيف بدك تغير؟ صحيح. بعطيكي مثال سريع دكتورة، مرة كان في محاضرة في البرلمان الكندي عاملها السنت عن الفرجمنتيشن ان ذا ميدل ايست، وعزموني على المحاضرة، صديقي اللي في البرلمان عزمني على المحاضرة، فرحت. انا توقعت فرجمنتيشن اوف ذا ميدل ايست يعني تلاقي الجالية العربية واقفة قدام البرلمان تسمع، انا كنت العربي الوحيد، يعني انا استغربت قلت عم بيحكوا عن تقسيم العراق والمستقبل تبع المنطقة وسوريا والكردستان، يعني كلام كان واحد ساينتست من تورونتو يونيفرسيتي، فاستغربت أنا، يعني استغربت صراحة. We are not there للأسف. ما هيدا اللي منرجع منحكي فيه دكتور جمال، إنه إحنا لازم شبابنا هلأ اللي عم بيدخلوا يتوعوا أكتر. البلد عطيانا الحرية، هلأ تيجي علينا إحنا المسؤولية. أنا عندي الحرية أحكي بسياسة، أتدخل أحكي بأفلام، ما في إشي بمنعني إنه أنا أقدم وجهة حضارية وإيجابية للعربي والمسلم. فإذا إحنا ما أخذنا انتهزنا هيك فرصة، من الخسارة إلنا مش لكندا، لأنه كندا فاتحة الأبواب لك أي حدا يحكي ويعمل اللي بده إياه ما دامك أنت بحدود معينة ما عم تتخطاها. بس بالديمقراطية كل شيء بيصير. خلينا نشوف التعليقات. دكتورة ريم عناني بتسهل بترحب فيكي، بتقول أهلا بالدكتورة رجاء، سعيدة إنه برنامج ضيفتك سمح لوجودها بهالبرنامج، أهلا وسهلا فيها، شكرا يا ريم ويعطيك ألف عافية. أسمى بتحكي أعتقد أن الحكومة الكندية حاولت أن تستثمر في المهاجرين لأنها وجدت فيهم فرصة لرفع مؤشرات التنمية والسكان كمان، ولكن دعوني أقول لكم أننا لا نندمج بالطريقة التي كانوا يأملونها، نحن كذلك خيبنا أملهم.
اسمع حبيبتي، هلا الحكومه يورايت عم تستثمر بالاجيال الجاي، يعني all of a sudden من 30 صرنا 37 مليون رايت، هاي بيكوز اوف الهجرات هلا اللي جابوها، وخاصه بعد احنا اللاجئين السوريه وكل المحاولات اللي عملتها الحكومه. هلا الاندماج بالمجتمع الكندي مش سهل كتير، بتعتمد على انت مين، كيف طريقه تفكيرك. اذا انا جاي وانا يعني حكون آسفة إذا بدي أحكي هيك شغلة دكتور جمال، بس إذا بتطلع على الأقليات الثانية بتلاقيهم بيجوا بدون يقعدوا بكندا، خلص كندا الوطن تبعهم، بيشتغلوا بدرسوا بتعلموا. إحنا خاصة إذا جايين من الخليج، لأنه عنا كان وضع أحسن بكتير من وضعنا بكندا، فلوس كان عنا أحسن، كان عنا خدمات، كان عنا كل شيء بدك إياه، أنت مرتاح هناك، رايب؟ فلما إجيت هون كتير من العرب لسه مخنا إجر بالخليج أو بالدول العربية وإجر هون، بدي أخذ الجواز وأطلع. إذا أنت جاي بهيك تفكير ذن ما حتندمج بسهولة، لأنه أنت ما عم بتفكر تقعد للمستقبل تستقر بكندا. والشغلة الثانية كمان اللي كمان كتير I think وهي الكبرياء العربي، لأنه إحنا عنا pride، إحنا كتير ناس عنا الكلتشر تبعنا، الهيريتج تبعنا عريق، إحنا عم نيجي من أمة عريقة بثقافتها. فكتير إحنا منشوف إنه إحنا طب ما أنا كنت، لا أنا مدير، أنا كنت أشتغل، أنا كنت كان عندي هيك وظيفة وهيك، لا ما بتيجي سهلة علي إني أنا أروح وأبدأ من تحت الصفر. كتير ناس ثانية بتقول لك لا مش مشكلة، أنا ممكن أبدأ حتى لو ما كنت أنا عم بعمل نفس اللي بعمله برا. فهي التغيير اللي بنحكي فيها again flexible mindset والgrowth mindset والfixed mindset. كتير من عدم نجاحنا إنه إحنا عنا صورة معينة اللي أنا بدي إياها، يا بشتغل بوظيفة زي أنا والراتب اللي كنت أخده برا، يا أنا ما حأشتغل بكندا. فهي بتصير بتخلق مشاكل بعدين أسرية وبالضغط النفسي والتعامل مع الأولاد والمرأة، فكلياتها مربوطة ببعض. دكتور جمال أنا في بس شغلة بدي أقول لك إياها على الوحدة من الستاتيستكس، من كل الأقليات اللي بكندا، تشاينيز، فلبينو، أفريكان، حط أي إشي بدك إياه، نسبة البطالة بالمجتمع العربي من الأقليات 13.5% مقارنة ب، هلا أنا ما عم بقارنهم بالبيض ولا بالكندي اللي مولود هون وعايش له أجيال، لا نو، مقارنة بالأقليات الثانية اللي هي 9.2 ولما تطلع على المرأة العربية التحديات تاعتها أكبر بكتير، نسبة البطالة نسيت الرقم بالضبط، بس نسبة البطالة يمكن 19% مقارنة بالمرأة الغير عربية والأقليات الثانية. فيعني هيدا بيدلك قديش إنه إحنا كمان هاي تحديات كلها ما بتخلي وقت عنا نقعد نفكر ولا أوه أنا بدي أقعد أشتغل أعمل صورة حلوة للعربي. طب ما أنا مو قادر ألاقي شغل أحط أكل على الطاولة لأولادي. نعم، مش غلط طبعا إنه نعرف نحكي هذا الشيء ونعرف المشاكل اللي بنواجهها عشان نواجهها صح. تحياتي لك دكتورة رجاء من هيفا. الأسماء بتحكي الأسود دائما يقتل في الفيلم، وحكت سابقا أنه حدث نفس الشيء بالأفلام عن السوفييت. نعم السوفييت، بعدين التشاينيز والإيجين، أي واحد بمشيش مع أمريكا بحطه ضده. صح. أعتقد أن المخرجين لجأوا إلى ذلك لأن التشويق لرؤية فيلم يحتاج إلى مناظر صادمة، عنف، إثارة، رعب وعدو. ما هي كل، أنا كاتبة سيناريو، فكل الأفلام اللي بتنكتب إنه في بطل، شو التحدي تاع هذا البطل، كيف يطلع، مين اللي بيساعده،
فإذا بتطلعوا عادة مثلاً الأسود بيساعد الأبيض مثلاً إذا موجود بفيلم، فبحطوه إنه هو بس يوصل الأبيض لهدفه وللي بده إياه. وأفلام كثيرة طبعاً العرب حطونا فيها تافهين، سذج، مش أذكية، ما منفهم، فهي كلها بتخدم البطل. نرجع أجين اللي هو أبيض. طيب طبعاً تحكي أسماء اليوم في المقررات دراسة، طبعاً أسماء مدرسة، لا توجد مادة عن فلسطين، لا توجد مادة في فلسطين، في بعض الدول العربية صارت. طبعاً أسامة بيحكي جملة أنا حبيت أحطها عشان الكل يشوفها، وما توقع أن أسامة قصده فيها: الإرهاب الفلسطيني كان له جانب إيجابي ووضع القضية الفلسطينية على خارطة العالم. هو لا يسمى بالإرهاب يا أسامة، يعني إذا أنت، أنا عارفك أنت فلسطيني وحبك لفلسطين، أتوقع أنك خانك التعبير أنه ما يقال له إرهاب فلسطيني يمكن، لكن أتوقع أنه هذا تعبيره لأسامة. أسماء بتحكي: السينما الأمريكية تحمل رسالة ثقافية عالمية تنشر من خلالها الرؤية الأمريكية للعالم، وفي رأيي أنها سلاح ناعم تواجه به خصومها أو على من يشكل خطرا عليها، سلاح نحن نؤدي ثمنا لاستعماله ضدنا. للأسف أنا يمكن دكتورة، معلش بعد إذنك قبل ما تعلق على هذا الموضوع، إحنا عندنا سينما عالمية أيضا، عندنا سينما عربية الحمد لله قوية، السينما المصرية من أقدم السينمات في العالم، يوجد سينما ويوجد كادر ويوجد قدرة على صناعة أفلام، لكن للأسف، للأسف بحكيها الآن، لما بتقعد تحضر فيلم جديد سواء عربي أو في كتير أفلام، بس تخلص الفيلم بتقول I wasted two hours، لا معنى ولا هدف ولا رسالة ولا، يعني في أفلام فعلا عم توضع على الساحة، يعني ما بعرف ليش هبوط مفاجئ في السينما العربية. طبعا أجين هذا ضد الرسالة اللي احنا بنحكيها انه بدنا احنا نقوي السينما العربية. تفضل دكتورة اذا عندك اي شيء، انا بس حبيت احكي الكلمة. لا ولا بالعكس دكتور، ثانك يو، لانه اتس ترو كيف هن بتقدر تأثر على الشعوب من خلال الرسائل الغير مرئية او مسموع، يعني بيحط لك منظر مثل مثلاً اللي قلت أنا هديك المرة 250 فيلم ما إله دخل بالعرب، بس حاطين لك واحد عربي بغطرة مثلاً، أو واحد تيرورست عشان يمهد لموقف ثاني. فهي الأشياء الصغيرة تنزرع بدماغنا بتأثر علينا. فأنا أسمع طبعاً الحكي هذا صحيح، وأنا بأكد كمان كلامك دكتور، يعني إحنا عنا إمكانيات وطاقات هائلة، بس at the end of the day إيش اللي بحكم الفيلم إنه ينجح؟ أقول لك شيء، أنا لما كنت أشتغل مع مخرج معين وأكتب قصص مثلاً، القصص اللي بكتبها أنا مور بالروحانيات، بالإنسان وعلاقته بنفسه هيك، يلي ما فيهاش إثارة هاي، يعني الناس ما حتيجي تسمع هيك إشي، بدي حاجة مثيرة you know للبطل، إنه مثلاً بده يروح يعمل إشي يخلص البطلة من شغلة، أشياء زي اللي إحنا بنشوفها. والسينما المنتج بالآخر، مش إحنا كنا دائماً نقول المنتج عايز كده، هو إيش؟ على فلوس، بده فلوسه. إذا أنا بدي أستثمر مليون أو 100,000 بدي 10 أضعافهم، رايت؟ فمين اللي بده يحط مبلغ زي هاد بموضوع هادف؟ وعادة في أفلام عم تطلع ممتازة، يعني من عنا من العالم العربي، وأفلام الوثائقية اللي بتنعرض بمهرجانات ممتازة، بس البادجت تبعتها صغيرة كتير، ما بيقدروا يعملوا إنتاج رهيب، ما في ماركتينج. الماركتينج، وبعدين أقول لك دكتور، ما أنا هيني مثلاً لما كتبت الأفلام، هات لقي لك حدا to market it، إنه يمشي لك إياها، طب مين اللي بده يعملها؟ فهي كلها عوامل بتدخل. أما هوليوود والناس اللي فيها عندهم بادجت كبيرة يعملوا هيك حكي. أسماء بتحكي: في السبعينيات حرضت هوليوود على تقديم النظام الشيوعي كأداة للقمع ومصادرة الحريات وامتهان الشعوب، ونجحت في ذلك.
في بعض الدراسات أنا بدي أضيف اللي قالت إنه أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق هو حضور السوفييت أو مشاهدتهم للأفلام الأمريكية اللي بينت الأمريكان دريمز، من هون طلعت الكلمة إنه كل واحد عنده بيت وسيارة. وطبعا السوفييت بهذاك الوقت كلهم كانوا عايشين حياة بسيطة، كلهم تقريبا نفس الحياة، فقال لك ليش هذا بزنس وهون حياة وهوليوود، بتعرف كيف التصوير. شو رأيك دكتورة؟ هو يعني لحظة دكتور، بدي في حدا بدي أرد على سيد أسامة، بعدين فيك تورجينا بليز اللاجئين ميرفان أكيد لو سمحت. لا برا بدي أعقب على اللي حكاه سيد سامي أسامة على حكاية الرجال باللحى والستات بالحجاب، إنه هاي الصورة اللي موجودة عن العرب أو المسلمين. لما اجيت اعمل التريننج تبعي انا الدوره التدريبيه لمؤسسه حمايه الاطفال، الصوره وانا بكل الصور اللي بالتدريب بدي احطها ما لقيت ولا صوره لحدا غير يا اما بحجاب اسود اللي هو حجاب طرق اهل الخليج، مش حتى حجاب تبع دولنا احنا من بلاد الشام، وما لقيت اي شيء لعربي مثلا مو محجب مثلي. فهاي كمان يعني، وانا عربية وعم بقول لك ما لقيت شيء. هاي الصورة الوحيدة اذا بتروح على اي مكان لتاخذ صورة لحدا عربي، الصورة الوحيدة اللي بتطلع لك، او حدا بدش داشة مثلا اللي هي اجين من تبعون العرب الخليج او عرب البادية اللي هي قبل الإسلام اللي بنحكي عليها. So, شكراً سيد أسامة، وأنا بأكد عليك. هذا اللي بدي تحكيه ميرفا. يا وزيت يا أستاذ، أن تتحدث على موضوع مهم كثير. اللاجئين السوريين بالعراق أربيل من عام 2010، أنا ماذا توطين؟ هذا بدي يسأل عن موضوع التوطين. طبعاً أنا ممكن أجاوبه. موضوعنا سوري، أنا فكرت عم بعقب على، لأنه أنا حكيت على كيف إنه زادت كمية بعد الأرقام بعد اللجوء. موضوع التوطين هو ليس بيدنا وليس بيد أحد، هو موضوع داخل بسياسة دولية بين كندا والأمم المتحدة، بتأخذ أرقام معينة كل سنة، فالموضوع يعني تابع ل. يا إنه هيدا مش موضوع مجالنا، إحنا بنشتغل قاعدين حتى على الشعب العربي اللي موجود بكندا إنه إحنا نعمل توعية لإله. فشكرا دكتور جمال لأنه أنا ما انتبهت. لا لا it's okay. إيش كمان كنت أقول لك على العرب؟ أوكي أعطيك معلومة عن الكنديانز أرابز، أنا هاي صدمتني كمان لما طلعت على الأبحاث والستاتستكس تبعت كندا. وهذا كله تخيل قبل كوفيد، الله يسترنا بعد كوفيد. 40% من الأطفال العرب بيعيشوا بفقر بكندا، ضعف الأولاد الباقيين اللي هم 40%. فأنا لما بفكر فيها، وأنا ما عم بحكي لك على مهاجر إجا هلأ يعني لسه ما لقيت شغل، أنا عم بحكي Canadians of Arab origin، الكندي من أصل عربي. هلأ إحنا في ناس هيقولوا لي لا إحنا عندنا شغل، وهذا أنا ما عم بحكي عن النسبة القليلة اللي بيشتغلوا بوظائف محترمة وبتطلع فلوس وبقدر يعيش عيلته، ولا بحكي على رجال أعمال إذا عندك your own business. أنا بحكي in general الستاتيستكس، الإحصائيات تبعت العربي الكندي من أصل عربي. فأنا بس بدي إياكم تفكروا بشغلة هلأ، إذا هاي دول الأولاد عم بيعيشوا بظروف صعبة وبيعيشوا بلول البوفرتي ليفل المستوى الفقر، فتخيلوا الستريس والضغط واللي موجود على الأب والأم بالعيلة ليقدروا يوفوا مستلزمات أطفالهم. فكيف هياخدها؟ أنا دائماً، لأنه أنا دائماً أنت عارف اهتمامي دكتور جمال بالعائلة والأطفال وخاصة المراهقين، فهذا كله حينعكس على الضغط على العائلة، النفسي، الأولاد، الدراسة تبعتهم، في كتير أشياء حتتأثر بحياتنا.
عشان هيك خلينا إنه كلنا نشتغل مع بعض نحسن من هاي الصورة. ما كتير ناس بتحكي على الريسيزم اللي هي إيش ريسيزم؟ العنصرية. العنصرية. العنصرية ضد الأجيال الثانية أو الفئات الثانية الأقليات الثانية، بس مو كتير ناس بتحكي على العنصرية ضد العرب كمان. يعني مرة الصينيين عملوا بحث بيطلعوا على الامبلويرز على المؤسسات لما بتعين، وسألوهم أسئلة معينة، بس إنه لما يشوف الاسم صيني، هم هلأ عملوها على جالية تبعتهم بس طبقها على أي جالية تانية، شوفوه صيني يحطوه على جنب الرزمي، ما يدعوه إيفن لإنترفيو. يعني هاي لحالة يمكن بدها موضوع كامل إنه نحكي على التوظيف، لما يبقى اسمه الناس عم بتغير اسمها ليش؟ مش لأنه هي ما بدها تخلي اسم محمد وأحمد وهذا، بس لأنه بتفتح له فرص للشغل. يا راج أسامة كتب لنا بوست كبير، وأتوقع أنه في بعض الطرق اللي بيحكي أنها تساعد في تحسين صور العرب. واحد، نجاحهم الاقتصادي وقدرتهم على إدارة الشركات وتبوؤهم أفضل المراكز بالقطاع الخاص والعام. ممتاز. اثنين، إذا بتحبي تحكي عن كل واحدة دكتورة وقفيني. That's fine، لأنه هذه النقطة إحنا حكينا عنها، فبأكد أهمية إنه إحنا نكون عضو فعال بالاقتصاد الكندي، فهي روعة. Yeah. عدم التحدث عن السلبيات للآخرين والتركيز على ذكر إيجابيات بلدنا الأصلية للأجانب. ممتاز، وهذا مهم جدا، توضيح الصورة الجميلة لبلدنا. ثلاثة، ترابط الجالية، حطيت إيدك على الجرح اللي فيه ملح، وتعاونها في مجالات العمل والمجالات الاقتصادية. الشعوب الأخرى تحترم الشعوب المتكافلة والمتضامنة. أوافقك سيد أسامة. يعني هلأ لما نتطلع دكتور جمال على الهنود كيف كلهم بيساعدوا بعض، بعيشوا مع بعض، بتحملوا أي أشياء كثيرة علشان هم يوقفوا مع بعض وينجحوا. وهلأ ليك عنا الـ NDP ليدر منهم، صح إحنا لسه جداد بنبني لهذا المكان إن شاء الله. نعم. أربعة، توحيد العرب في جالية واحدة. تعرف رمضان جاي بدي أضلني أدعي هذا الدعاء. وجود جاليات مقسمة لا يفيد أبدا إن شاء الله. هذا طبعا هذا كلنا. خمسة، يجب على العرب والمسلمين أن يعتنقوا الطيف الإسلامي المعتدل الذي يؤمن بالحريات، وأعتقد في كلام بس ما بين في الدرس بالحريات، تقبل الآخر. أوكي. وتقبل الآخر، وهذا معك 100%. بعرف إذا بدك تحبي شيء تحكي عنه دكتور. ما هو أجين دكتور جمال، نرجع لنفس النقطة إنه إحنا إذا ما كتفنا وتعاضدنا كلياتنا مع بعض، طب ما هو ديننا بحثنا على هذا الحكي، صح ولا لا؟ طيب. إذا إحنا ما وقفنا مع بعض، إذا إحنا منضل عنصريين بيننا وبين بعض، هذا من الخليل وهذا من يافا وهذا من حتى حمصي الشمال والجنوب لا، يعني إنه إحنا إذا كعرب ما قادرين نبعد عن التفرقة العنصرية بيننا وبين بعض، فما بالك بإنه إحنا نتقبل حد تاني من إيفنجاليات تانية، أو إنه يعني إحنا صار عندنا دبل ستاندردز، نيجي منقول الكندي ميز ضدي، الكندي ما بيعطيني فرص للعمل، الكندي ما عم بيحكي عني أنا مسلم أنا تيرورست. طيب أوكي، طب ما إحنا إذا بدنا نغير الناس الثانية هاي ما بنقدر نغيرها، إحنا أثبتنا هذا الحكي، التغيير بدأ فينا. طب ما إحنا خلينا نبطل عنصرية مع بعض، نتحد كلنا مع بعض، شو ما كان طائفتك شو ما كان دينك، بالآخر أنا عربي موجود في بلد كندي، أنا ببقى الامباسدر، أنا إيش الامباسدر؟ سفير دولي ممثل، يا أنا اللي بمثل بلدي. فكتير ناس بدون، أنا ما بحكي حكي كمان دكتور جمال، actions speak louder than words right. أنا بتصرفاتي
بورجيهم كيف أنا كإنسان عربي بتصرف، شو أخلاقي، شو مثلي، مش بطريقة اللي أنا بحكي فيها. فإحنا اختلافنا وتوزعنا وعنصريتنا ضد بعض بتخلق هاي مجال واسع للناس اللي برا، للطريقة اللي تدخل وتفرق بيننا أكتر، نمبر وان، ونمبر تو إنها تطلع علينا بإنه إحنا، لأنه أنا هاي ما ورجيتكم إياها، بس واحدة من الأبحاث والدراسات اللي قريتها بتحكي على العرب إنه هم متفرقين، إنه هم ما بيتحدوا وما بيحبوا بعض. هلا أنا ما بدي ألوم الاستدي ما هي عملوها وطلعت النتائج اللي موجود في الواقع. فهذا الحكي صحيح، يعني إذا إحنا ما حبينا بعض واتحدنا مع بعض، كيف وقتها بدنا نيجي نقول والله أوك في تفرقة ضدي؟ نو صح؟ يا رايت دكتورة، طبعا كانت حلقة أكثر من رائعة، أنا شايف كتير في تفاعل من الجمهور وكلهم بيحكوا من أفضل الضيوف الذين استضفتوهم. طبعا لنا الفخر وجود الدكتورة معنا، لأن فعلا الدكتورة باحثة يعني، فكلامها كله مبني على دراسات وعلى أبحاث. بدي أشكرك شكر جزيل دكتورة، بعطيك آخر دقائق توجه رسالة للجالية إذا تحب أي شيء. هلأ بما أنه رمضان جاي، I think أحلى دعاء ممكن أنا أدعي أنه ربي يوحدنا كلياتنا ونكون كلنا إيد واحدة علشان كلنا ننجح. إذا أنا بنجح، دكتور جمال بنجح، إذا أي شخص برا بنجح، يعني هاي مثلا مين عندنا الفقيه صورته معروفة، طيب يا أمي بلا ما أنا بنصير كلياتنا وجهة وإيد واحدة مشرفة للجالية، وبصير الكندي يحترمنا بزيادة كمان لأنه إحنا كلياتنا متحدين مع بعض. أول شغلة مرة سمعتها حدا كندي كنا عم نحكي على إشي، بقول لك طب ما أنتوا لما تتحدوا بالأول، like do we want really الناس يحكوا علينا بهالطريقة لما أنتوا تتحدوا بالأول؟ so هايدي أنا الشغلة اللي بدعي لله إنه يا ربي يفتح قلوبنا ويبعد الأضغان والأحقاد ونفتح قلبنا للمحبة، وكلياتنا نتخلى عن إشي اسمه حزبي طائفي ديني أي إشي، خلينا نرجع لإنسانيتنا، هاي أهم شغلة. وعندي كمان إعلان إذا بتسمح لي دكتور جمال، لأنه أنا ببث مباشر قبل هيك الناس بتضل تسألني عن parenting، بدي دروس للأهل كيف يتعاملوا مع أولادهم أو كيف يربوا أولادهم بالمجتمع الكندي، فإن شاء الله أنا كنت قايلة لهم بعد رمضان، فحبيت أعلنها من منصتك قبل حتى ما أحطها عندي أنا. بعد رمضان إن شاء الله أنا هعمل كورسات، محاضرات هتبقى صغيرة، ورشات عمل على المواضيع المختلفة وبالعربي هتكون. فإذا حابين تشاركوا، طبعا أنا هحط اللينك والروابط وكل شيء بعدين، بس أنا من منصة دكتور جمال وكنار حبيت أقولكم علشان يكون إله الشرف وإلي الشرف إنه تسمعوا هيدي الشغلة من عنا. أكيد دكتورة، شكرا لك جزيلا مرة تانية باسمي وباسم كنار تي في وباسم جميع المشاهدين. نشكر دكتورة رجاء مشعل اللي كانت معنا من تورونتو لميسيساغا، بلاش يزعلوا أهل ميسيساغا. ممتاز. أهلا وسهلا فيكم دائما وأبدا، الموضوع كان شيق ولم نعطيه كامل حقه، أنا عارف دكتورة في جعبتها الكثير، ولكن إن شاء الله ستكون معنا في حلقات قادمة بعد رمضان. كل عام وأنتم بخير ونراكم على خير، تصبحوا على خير، سلام للجميع. سلام، thank you.